مهم جدا ان التدين البديل اللي بينشئه ابليس واعوانه يبقى تدين ضد التطور، ضد التقدم التكنولوجي والحاجات دي كلها، حتى الحميد منها المناسب، ضد الانسانيه. يبقى تدين محلي جدا مش عالمي، تدين ضيق، تدين ما جواهوش اختيارات كتيره لا في الشكل حتى المظهر اللي هو مركز عليه. وعلشان يوجد ابليس هذا التدين لازم يعمل خلل في العلاقة اللي ما بين النص الشريف الدين المنزل الوحي القرآن والسنة وما بين العقل اللي هو الطريقة اللي بيها بنفهم النصوص، اللي بيها بنفهم مراد الله من خلقه إيه، عايزنا نعمل إيه باللي أنزلته علينا يا رب. لو حصل الخلل ده ما بين العقل والنقل يقدر إبليس ينشئ التدين البديل المغلوط. هو نفسه الناس تبقى في أي قسم من قسمين، إما أن هم يمجدوا العقل فوق النقل، يبتدوا يمجدوا عقل الإنسان فالعقل يبقى أهم من الوحي علشان نوصل اللي احنا وصلناه النهاردة، بنعيد اختراع العجلة كبشرية ومش عارفين نجد سعادة حقيقية توزن كل اللي جوه الإنسان من جسد وعقل ونفس وروح وقلب. القسم من الناس اللي حط العقل فوق الوحي أصلا وفوق النقل ضل كتير. القسم الآخر حطه تحت خالص لدرجة أنه بدأ يلغي العقل. دايما لما كان العلماء يعرفوا العلاقة اللي بين العقل والنقل كان يقولوا أمثلة مهمة جدا، منها مثلا إيه؟ قالك اعتبر العقل ده زي العين، العين دي ما ينفعش أصلا تشوف وعملية الإبصار تحصل من غير ما يبقى فيه شعاع نور. العين ملهاش لازمة لو أنت في الظلمة مش هتعرف بيها تشوف لو ظلمة مطلقة. نفس الكلام قالك شعاع النور هو نور الوحي والهداية، والعقل هو العين اللي بيها لازم تبص إلى النور، مع بعض بتحصل عملية الإبصار، مع بعض بنفهم مراد ربنا مننا ايه وبنوصل يا رب للجنة سالمين. لكن لما بتلغي العين عشان في نور ما بتبقاش شايف برضه. هكذا اللي بيلغي العقل وبيتعامل فقط مع النقل. عشان كده بنسمع كوارث باسم الدين ليل نهار، عشان كده بنسمع الناس قاعدين بيحرموا في حاجات وبكره بيستعملوها. اللي طلعوا حرموا التلفزيون فتره، ده في شيخ قريب طلع وقال كده، قال انا كنت ممن يحرم التلفزيون وكنت تبنيت اراء مشايخ علموني ان التلفزيون بدعه وانه مش عارف ايه، وبعدين لاحظت تناقض. هو بيقول ان احنا بنطلع في التلفزيون، هو بيقول كده هو مشايخه بيطلعوا في التلفزيون، اكيد في حاجه غلط، اكيد بلاش جو انه ضروره وهنطلع احنا فيه بس. زي ما واحد مره زمان طلع كده، طلع في التلفزيون قاعد يدي وعظ وكلام في الدين كده ظاهر قوي وحرام ومش عارف ايه وبتاع، قال يلا ايها الناس اول ما تخلصوا اغلقوا بقى التلفزيون لانه الباقي كله ما ينفعش. مش منطقي ابقى انا بطلع فيه وبستخدمه ويبقى هو بدعة بمعنى البدعة المحرمة. في المثل بتاعنا بدأ يفتح عينه. الشيطان عايز الناس يفضلوا يقولوا أيوة في نور في وحي اقفلوا عينيكم، مش هنشوف برضه مع أنه النور نور. أمثلة كتيرة ضربوها العلماء علشان يوصلوا لنا المعنى المهم جدا، أنه لازم نوجد التوازن ما بين العقل والنقل عشان نعرف نشوف، نعرف نفهم، نعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا إيه، فنوصل له سالمين، مش نمشي على طريق فاكرينه طريق ربنا وهو مظاهر فقط من غير جوهر الدين، وفجأة نفاجأ بأن احنا أصلا عمالين نبعد عن ربنا مش بنقرب منه. لسه محدش خباله، بس اللي يدور هيوصلك. حد مين ده اللي يوصلك؟ هو مش المفروض أن انت بس اللي بتراجع الحسابات دي؟ انت لو فضلت تضارب في حسابات العملاء اختار انا الأول. بس انت رجلك جاية معايا. على فكرة بقى انا رجعت كل مليم خدته من السكة دي، السكة اللي انت دخلتها لي. بلاش الاسلوب ده بقى، قفل حسابات الناس وبلاش طمع. محدش شايف الاستاذ مصطفى؟ والله مش عارفه كده نمشي ولا اقعد. ادم شفتش الاستاذ مصطفى؟ هو ورا حضرتك برين مش هقول فينك من ساعه يعني. والله يا استاذ مصطفى جيت معادي بالظبط، ما لقيتش حضرتك، كنت بدور عليك حتى اسالك. حصل الكلام ده؟ لا 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 ما حصلش اي حاجه. ايه طب يا جماعه هي مين ما اخدش تاني؟
كله اخ كله اخ خلاص يا صغير ادم وعصام والناس اللي معايا فممكن تديله انت مش قادر يا ست تمام برغم ان انت مش دافع ولا مليم ولا في التورته ولا في الهديه اتفضل شكرا مش عايز وانا حي ماليش في التورته ايه يا جماعه ما تكسفونيش بقى بعد اذن حضرتك يا اميره بنقول لك لو سمحتي مش عاوزين جرى يا رجاله هو الصيام بقى اثنين وخميس وثلاث ولا انتوا مالكوش في الحل ولا ايه النظام بالظبط تقدر تقول ان احنا مش عايزين نشارك معاكم تشاركوا هو ايه اللي احنا بنعمله علشان تشاركوا فيه ولا ما تشاركوش خلاص بقى خلاص يا كمان يا عم انت تعمل اللي انت مقتنع بيه وسيبنا احنا كمان نعمل اللي احنا مقتنعين بيه هو انا بقول لك اشرب خمره ولا بقول لك البس احمر وامسك دباديب واحتفل بالفالنتين واحده ست غلبانه ومعديه ال 50 وما عندهاش ولاد حرام نفرحها يوم عيد ميلادها ارحمونا بقى ولازم يعني تفرحها في يوم معين ما تعملها كويس طول السنه يا اخي ده انتوا عالم غريبه بشكل ممل بقول لك ايه انا غريب الحياه الطبق هاتي ودي انا مش هاخد يا عصام مش عايز اشارك معاهم في حاجه مش حال ما كنتش انت اللي قايل لي اهدى دلوقتي وهفهمك بعدين يلا امير يلا امير سيب الطبق دي هنا روح نصلي يا ريس حد هيجي يصلي الظهر يا جماعه سمعتكم العلاقه اللي ما بين عقل الانسان والنقل النصوص الشريفة القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة الشريفة وغيره علاقة يعني محورية جدا علشان أصلا كل نص من النصوص الشريفة دي له سياق له ملابسات له سبب نزول أو موقف معين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه وما ينفعش أبدا إنسان يجتزئ النص خارج سياقه لأنه زي ما بعض مشايخنا كانوا يقولوا كأنك بتاخد السمكة خارج المية خارج البيئة بتاعتها مش هتعيش لازم نفهم الشيء في سياقه هنفهم الشيء في سياقه ازاي لو مش بنفكر لو تعاملنا مع النصوص تعامل ظاهري بس حرفي زي ما بعض الناس بتعمل لما بتزعم انه مفيش اصلا اي دور للعقل فبيلغوا العقل تماما في التعامل مع الدين والمصيبة انه بينتج عن ده كوارث كتيرة جدا اللي بيتكلم في الدين لو مش مدرك حقيقة النصوص الشريفة دي وحقيقة الواقع بعقله ما يدرك الواقع ازاي بعقله ويفهم النصوص صح بعقله برضه لو ما عندوش الفهمين دول مش هيعرف يبني جسور ما بين الدين والنصوص وما بين الواقع فهيفضل إما الدين ملوش أي دور في الحياة مش واقعي أو هيقحم مفاهيم غلط عنده عن الدين جوه الحياة فينفر الناس اللي في الحياة عن الدين تماما إبليس نفسه أن المتدينين يلغوا عقولهم علشان يبقوا أضحوكة العالم علشان يعيشوا في الماضي علشان ما يبقاش في أي نوع من مواكبة للعصر عشان يبدو إنه دين ربنا على بعضه حاجة قديمة لازم البشرية بقى تتجاوزها عشان كده بيفضل يوسوس المتدينين إن هم يلغوا عقولهم ويقنعهم إنه إلغاء العقل تدين تقوى تقرب من الله أنا مش عارف بيعمل كده إزاي والقرآن الكريم كله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون بس بينجح إنه يعمل كده لأنه في ناس فعلا في طريقه بحالها وفكر ومناهج وناس وشيوخ ما بين قوسين اشباه شيوخ بيتكلموا باسم الدين بالطريقه دي وعايشين في الماضي فعلا والهاجس اللي كنا بندردش فيه من شويه بتاع فكره انه اي حاجه غربيه وحشه واي حاجه يعني بتخالف الغرب اكيد هي الدين شغال هو كمان ومصلحه برضه خطوات ابليس على طريق التدين الغلط برضه كل واحده بتجيب اللي وراها علشان الإنسان يبقى عمال يبعد 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 عن ربنا وهو فاكر أنه عمال يقرب 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 وبعدين وهو ماشي يقعد يخبط في الناس يمين وشمال يجرح في مشاعر الناس مش مهم الدين كده تقوى أنتوا كلكم مش متمسكين أنا اللي متمسك بكرة تفهموا لو ربنا هداكم وتفهموا أنا ليه بوجعكم دلوقتي حالة كده نفسية عايزة تدرس خلط في الدين ممكن يترتب علينا أن أجرح مشاعر الناس ان انا بان ان انا عندي مشكله معينه ان انا بان ان انا منغلق واني سخيف واني ما بحسش بالاخرين وانه اصلا الدين ده محلي وانه قديم كل ده علشان اختلال في التوازن بين العقل والنقل تفاصيل بيعملها ابليس في التدين البديل اللي هو بيوجده يعني تفكير دقيق لدرجه انه الناس مقتنعه بيه وبتحاول تتقرب الى الله بيه وهم عمالين يبعدوا الناس كتير قوي الناس بتسأل أنا قربت ناس قد إيه من ربنا قليل ما نلاقي الناس بتسأل أنا بعدت ناس قد إيه عن ربنا وهكذا بيحصل في الزمن ده ولا عالمية ولا استيعابية ولا الشريعة مصلحة لكل زمان ولا مكان ولا ثراء وتنوع في الآراء ولا بقى في فكرة التجديد يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها فيفضل التدين قديم مش متجدد وتفضل الناس تنفر
وتنفر وتنفر، شغل دقيق بيعمله إبليس علشان يضمن إنه الدين يبدو قدام الناس دايماً إن هو ضد الإنسانية. ولما شوية شوية ياخد الدين الحقيقي بعيد عننا، يبقى بكده فعلاً بيخدم خطته لإفساد الإنسانية. ايه يا بنتي جو افلام الرعب ده؟ انا مش فاهمه انت اللي جايباني هنا. معلش تعالي بس بنتي، مش فاهماكي. بصي بقى في الورق ده وانت تفهمي كل حاجه. لا مش معقول جايباني هنا عشان ابص الورق ده. اميره الورق ده فيه حسابات العمله اللي اتلعب فيها، وانا اكتشفت مين اللي عمل كده. مين؟ كمال. كمال مين؟ حبيبتي كمال جوزي ده ممكن يبقى فيه كل العبر اللي في الدنيا، بس مش ممكن يبقى حرام. أميرة أنا متأكدة. ألو، بقول لك إيه يا كمال، اطلع لي على السطوح حالا حالا. هو جاي لك بنفسه، أكيد الموضوع ده فيه سوء تفاهم. أنا والله كان نفسي أكون غلطانة، وعشان كده رجعت الورق ده 100 مرة. بس الورق ده ممكن يبقى متفبرك، يعني ممكن اللي عمل كده يبقى هو اصلا عايز يلبس كمال. هو اللي عمل كده. انا اسفه يا اميره بس دي امانه. في ايه يا اميره؟ ايه اللي جايبكم هنا؟ وري له الورق ده يا راسه. من غير ما اوري له حاجه هو فيه ورقي. هي يا سيدي بتقول ان حضرتك لعبت في اوراق العملاء وحساباتهم، بس ممكن بقى حضرتك تثبت لها ان انت مش حرامي؟ حرامي؟ طبعاً أنا مش حرامي، بس الورق بقى اللي معايا يثبت غير كده. بضارب بفلوس العملاء؟ آه، إنما في عميل ناقص من فلوسه جنيه؟ لا، حرامي إيه بقى؟ بس دي سرقة. يعني كنت بتصرف على عمر من فلوس حرام وتروح تدعي ربنا إنه يشفيه؟ ده بأنهي وش ده يا أخي؟ معلش يا جماعة أنا أسفة جداً، والله أنا أسفة يا أميرة، بس أنا مضطرة أبلغ أستاذ مصطفى. استني بس يا رشا، انت ممكن تطلبي مني اي حاجه والله، بس الا دي انا اسفه. ما تتحايليش عليها يا اميره. ما انت اللي حطيتنا في البلوه دي اصلا. انا ما كنتش لوحدي على فكره، كان معايا ادم. لسه مصره تبلغي استاذ مصطفى؟ كان بيعمل كده علشان خاطرك على فكره.